صباح الأمس كنا على موعد مع الشباب السوري يلي كله طاقة وحيوية ويلي عم يحاول يزرع البسمة والأمل على شفاه السوريين. هالشباب يلي اتجه يوم أمس إلى ملعب الجلاء ليعبر عن حبه إلى مدينته بماراثون أنا أحب دمشق. أكيد فعالية أقام فريق شباب دمشق التطوعي تحت رعاية الدكتور بشر صبان محافظ دمشق. لنتعرف أكثر عن هالفعالية أكيد بصرنا نرحب بعلا شنخور أحد المنظمين. صباح الخير وآي لاف دمسكوس. آي لاف دمسكوس. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نحكي عن الماراثون، من وين إجت الفكرة؟ أنا أحب دمشق. الفكرة طلعت انه مشان نعبر عن حبنا لدمشق، انه بعد يعني هالخمس سنين اللي كانوا كئيبين على البلد، بقى حبينا نعمل شيء لنرجع البهجة اكثر والفرحة على البلد وللعالم. بقى كان عندنا احد المتطوعين اسمه مجد العبدو، هو حب انه نعمل صرح اي لاف دمسكوس. هو الموجود تقريبا بكل بلدان العالم بالعواصم تبع البلدان، بقى حبينا نميزها بهذا الشيء، وما حبينا يمر مرور الكرام انه بس عملنا نصب وحطيناه وخلص انه افتتحنا. حبينا نعمله بفكره جديده وانه نخلي الشباب تتحمس ويكون انه يعبروا عن حبهم لهم يعني لهي الفعاليه اللي حنعملها، مثل ما انه نحن حابين نعبر. بقى اجتمعت هيك كذا فكره، يعني كنا احنا كذا حدا، شيء تقريبا 15 واحد. يعني حدا طلع فكره الماراثون، حدا طلع فكره الالوان، هدى السعدي عندنا بالفريق. بقى جمعناهم كلهم وطلعت بهي الفكره انه نعمل ماراثون بنحمس العالم بتشجعوا، انه هو انه من ورا الماراثون في هدف انه حيوصلوا له، حيشوفوا الصرح وحيعملوا حرب الالوان، ويوم هيك شيء حماس وشيء فرح. يعني شيء كثير حماسي، وحتى اللي ما شاركوا يمكن الفيسبوك كان الوول كله اي لاف دمسكوس اي لاف دمسكوس، عرفتي؟ فانه كان في كثير تفاعل كثير كبير، وحتى المغتربين يمكن كانت التعليقات تبعهم يعني الرساله وصلت والهدف وصل. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء انه كان متوقعين يجي شيء 2000 حدا، تمام، ولكن العدد صار اكبر واكبر. خلينا نحكي هلا احنا انه في شيء جديد وشيء حلو، انه بقى ما كنا متوقعين، انه كنا متوقعين اكثر من 2000، بس قلنا بيجوز انه العالم ما كلها تتشجع. بقى نحن كنا حاطين ببالنا انه 2000 شخص حيكون الماراثون. بس بلشنا عملنا الايفنت على الفيسبوك، اول شيء كنا عم نحاول نحمس العالم بطريقه يعني ما دغري اعلنا انه شو عنا نحن ب 17. عملنا لهم استبيانات، شويه اسئله عن الشام، كيف تعبروا، كيف بتحبوا الشام، وكيف يعني بتحبوا تشوفوا الشام حلوة. شوية تفاعل يعني يوم عن يوم، تمام، صاروا يزيدوا عدد المشاركين. بعدين بآخر أسبوع يعني بلشنا نعلن إنه شو عنا نحن بسبعة عشرة. أول شيء أعلننا إنه عنا تدشين نصب I love Damascus. هون زاد أكتر يعني حماسهم، وبعد كم يوم يعني قبل بيومين ثلاثة من الإيفنت قلنا لهم إنه في عنا الكالر رن. بقى هون بقى العالم كتير ضجت انه هو شيء جديد واول مره بيكون بسوريا. بقى حبوا يشاركوا اكثر اكثر اكثر. بقى نحن يعني كنا حاطين بالنا 2000 انه ممكن ان شاء الله يكونوا اكثر، انه بركي بنقدر نغطي العدد الاكبر، انه هو بالنهايه شيء للشام ولازم الكل يكونوا مشاركين فيه. يعني ما يعني نحصر حالنا بس بعدد معين، انه مين ما حب يشارك هو بيكون عم بيعبر عن حبه للشام بطريقته. يعني كان في تفاعل جميل كثير من الشباب، كان في تفاعل جدا كبير. خلينا نحكي عن التدشين، شو الهدف الاساسي من التدشين كان؟ هلا هي بس انه الفكره انه هو شيء عن حبنا للشام، انه بدنا نضل نشوف الشام ملونه برغم كل شيء عم بيصير، وانه حتضل هي مبسوطه، و يعني بس ما في شيء معين. والالوان كانت واضحه من خلال المره. نعم، على يمكن حكينا المشاركة الكتير كبيرة وحكينا بالأعداد الهائلة من الشباب السوري يلي عن جد نزل بيوم العطلة لحتى يعبر من خلال الماراثون عن حبه لدمشق. ولكن يمكن أنتوا كفريق تعبتوا، وصلكم فترة قديش بتحسوا أنه أخذتوا من 10 نسبة النجاح تحققت بهذا الماراثون، أو قديش يمكن رسالتكم حسيتوها أنه إيه صح أنه وصلت وهو هيك؟ هلا بعد كل الشغل، هي الفكره طلعت من شهر واحد تقريبا، بس بين ما
تنفذت واخذنا الموافقات. طبعا نشكر الشكر الكبير للسيد محافظ دمشق دكتور بشر الصبان على دعمه لنا والتسهيلات اللي قدم لنا اياها، والمدراء اللي اشتغلوا معنا، والدكتوره ميرزات عبود نائب المشرف العام على فريق شباب دمشق التطوعي اللي كانت معنا دائما خطوه بخطوه. بقى يعني نحن تقريبا صرنا شهرين عم نشتغل بكل طاقاتنا، كثير تعبنا بس الحمد لله لقينا صدى هذا التعب، يعني انه ما راح على الفاضي. اللي بدنا اياه تحقق، العالم نزلت وكلها فرحانه ومبسوطه وكله حب هذا الشيء، وانه شيء جديد واول مره بسوريا، وان شاء الله هيك بتعمم على كل المحافظات. وكان في شيء جديد بالماراثون، دخلتوا الالوان لاول مره. تمام. قديش كان في حماس من ناحيه الالوان والدفع بشكل كبير، يعني ما بقدر اقول لك، يعني انه بس ما في حدا بالماراثون ما صار ملون عندكم. يعني العالم بلشت تتلون من قبل ما طلع من ما كان اصلي هالالوان، ما كله ما كان يروح. لا على الحمام كله راح، لك انا امبارح كنت لون واليوم الحمد لله رجعت للطبيعه. بقى العالم كنت متحمسه، يعني ما استحملت توصل على الامويين من الجلاء بلشوا يفتحوا ولونوا حالهم وكبوا، يعني الحمد لله وصل نسبه على الامويين، بس انه شيء حلو انه خلص انه انا لو بدالهم اخذ الكيس الالوان من الجلاء اكيد ما بتحمل حالي وصل للامويين، يعني انه نازلين انه ليشوفوا الصرح وليجربوا هيدي الالوان، انه هذا الشيء جديد هون يعني. نعم. على قديش عندنا امل انه هيدا النصب او هيدا الماراثون هو يكون يدور كل سوريا وبكل المحافظات؟ يعني هي الفكره قديش هي قيد التنفيذ مثلا؟ هلا نحن فريق شباب دمشق التطوعي من ضمن مؤسسه شباب سوريا للعمل التطوعي، عندنا فرق بلادقيه وبحلب وبحمص وبطرطوس. بقى انه ان شاء الله يعني نحن انه حبينا انه تنبع من دمشق وتتعمم لباقي المحافظات، لانه هو شيء كثير حلو. صحيح. وانه كل واحد حيعبر عن حبه لمحافظته، انه حتكون كل المحافظات ملونه وكل المحافظات فرحانه، وان شاء الله اكيد حيكون ان شاء الله. رح نتابع حديثنا معك علا، بس كاميرا الاخباريه السوريه كانت متواجده بالماراثون. خلونا نتابع مشاهدينا مع زميلتنا سلمى عوده. نادي جلاء بدمشق كان النقطة الأولى التي تجمع فيها السوريون ملبيين نداء ماراثون أنا أحب دمشق، لتقول الصورة إننا أبناء الحياة. تعالي نقول إنه الشام لساتها رح تضل، ونحن رح نضل نعمر فيها، ومنه هذا الرمز والصرح اللي نحن رح نفتتحه. أنا بحب دمشق. كلياتنا بنحب الشام بالرغم من كل الظروف اللي صايرة فيها هلا، نحن موجودين. حضرت أكيد ما في أحلى من هيك جو. الماراثون الذي دعا له فريق شباب دمشق التطوعي برعاية من محافظ دمشق انطلق من نادي جلاء وصولا إلى ساحة الأمويين، حيث تم تدشين النصب التذكاري I love Damascus بحضور رسمي وشعبي. إرادة شعب لن تنكسر، إرادة شعب ستكون أقوى من أي شيء آخر، التفاف الشعب واحتضانه لجيشه هو عنوان نصرنا، مفتاح نصرنا، والنصر قادم، طال أم قصر فهو قادم، لأن هذا شعب الذي يملك هذه الإرادة لا يمكن أن تنكسر إرادته. لا يتوقف الشباب السوري عن الإبداع والعطاء بالرغم من كل الظروف، بالرغم من التعتيم، بالرغم من الحصار. مثل ما شفنا الشباب السوري اليوم موجود بفعالية برمزيتها أنا أحب دمشق، ولكن اليوم عم شوف محبة دمشق بالشباب السوري الموجود على الجبهات، بالشباب السوري الموجود بالجامعات وبالمعامل ويمارس حياته الطبيعية. أكيد أنه نحن الشعب السوري والشباب السوري عايش وموجود على الأرض رغم الحرب ورغم الدمار اللي صار ورغم الشيء اللي مرقنا فيه، بس نحن بدنا نقول أنه نحن موجودين على هاي الأرض ونحن واقفين مثل مواقف جبل قاسيون اللي وراء الصرح تماما، نحن واقفين هون على هاي الأرض حتى لو متنا، نحن في غيرنا جيل واقف وثابت بهاي الأرض ومتمسك ببلده. أكيد فريق شباب دمشق التطوعي يعني هاي المبادرة هي موجودة بكل أنحاء العالم، وهي ودمشق بتستاهل، يعني قديش غالية دمشق علينا فهي بتستاهل نحبها. وهذا تعبير يعني أنا بشوف هذا النشاط المدني اللي بيعملوه الشباب كتير بيعزز يعني حركة المجتمع كلياته، وبيعطيه هيك دفع وبيعطيه أمل وبيعطيه يعني مجال لحتى يعبر عن نفسه. ف
فهي الشباب يعني شيء بيفرح القلب أكيد. بهذا الحب اجتمع السوريون ليقولوا إن على هذه الأرض الكثير الكثير من الحياة. لأننا نحب دمشق اجتمع السوريون اليوم ليقولون هذه الكلمة، وليبقى هذا الصرح ثابتا هنا كما صمود قاسيون. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة. أكيد بعد ما شفنا هاللقطات يمكن والمشاركات الكبيرة والأعداد الكتير كبيرة اللي كانت مشاركة من السوريين، علا بدخول يمكن أو بالمشاركة بالماراثون كان في سعر رمزي بيشاركوا فيه أي حدا جاي يشارك بماراثون I love Damascus كرمال يحصل على كنزة مكتوب عليها مثل اللابستية. هي المبلغ المادي ريعه رح يروح لوين؟ لأطفال المهجرين بمراكز إيواء لشراء احتياجاتهم المدرسية. وعندنا كمان قسم رح يكون لشراء معاطف جيش معاطف مطرية للجيش العربي السوري. مثل ما تابعنا يمكن بالتقرير علا، في كان مشاركة من شخصيات رسمية وشعبية وفنية، قديش مهم مشاركة هالشخصيات ويمكن مو بس المؤسسات الحكومية أو الوزارات بهيدا المشروع لدعمه لإيصال يمكن رسالة من هيدا المشروع؟ تمام، لأن احنا حبينا انه يكون كل فئات الشعب، يعني الوزراء طبعا انه نحن بندعيهم واكيد انه بحبوا يكونوا معنا مشاركين بهذا الشيء. حبينا يكون في فنانين ورياضيين معنا، و انه هن كانوا جزء من الازمه وعبروا عن حبهم للشام كثير طرق. بقى هذا الشيء كثير حلو، وشيء يعني لبعدين انه يعني لازم يكونوا موجودين معنا، لانه هن من هالشعب وايد بايد معنا، وهن بالنهايه شباب يعني، وهذا الشيء بيوصل رساله لبرا عن طريق هدول الفنانين والرياضيين بشكل اوسع، انه بتكون كلمتهم شوي مسموعه، شوي بتاثر بالعالم. بقى نحن دعينا كثير عالم، وعالم قدرت تنزل، عالم عندها شغل ما قدرت يعني. بقى كثير كنا مبسوطين انه كثير رحبوا بالفكره وكثير كانوا مشجعين لها، وكثير انه حبوا يشاركوا معنا، واللي ما قدروا انه كثير تضايقوا انه تضاربت الاوقات وهيك. نعم، علا فريق شباب دمشق التطوعي يمكن دائما معودنا من عمر يمكن الازمه او الحرب على سوريا، معودنا على اهم الفعاليات، على المشاركه الميدانيه الدائمه مع ابطال الجيش العربي السوري، مع اهالينا، كل حدا يمكن فقد بيته فقد عيلته ايضا، معودنا يمكن انه يكون حاضر بجميع هاي الفعاليات وهو يعمل فعاليات لزرع البسمه. خلينا نحكي يمكن شو فعاليه بتاثر بقلبك يا علا، شيك شاركتي فيها، او شو هو اكثر يمكن احتفال اثر فيكي او لقاء مع حدا؟ تمام، هلا ما انك حكيتي على اخر شيء على اللقاء، طبعا لقائنا مع السيده الاولى اسماء الاسد اجتمعت فينا بيوم التطوع العالمي بال 2014 عفوا صح. بقى اجتمعت معنا قريب الاربع ساعات ونص، بقى هذا كان شيء كثير حلو، وحكينا لها على نشاطاتنا، وطبعا هي بترعى كل نشاطات التطوع وكثير بتحب هدول الشغلات. هذا الشيء كثير مؤثر فيني وكثير انا بحب، وان شاء الله هيك على امل انه نشوف سياده الرئيس. اكثر نشاطات بحبها برمضان بحب نشاطات مع الجيش، وقتها بنوزع وجبات ساخنه للجيش. هذا الشيء يعني انا كثير بحبه وكثير بياثر فيني وكثير بيعني لي، يعني انه حتى اذا في يوم مثلا ما قدرت اروح بسبب انه عندي فحص او عندي شغل، انه كثير بتضايق. بقى بحب لانه هن بيرفعوا لنا معنوياتنا بشكل، نحن وقت بنزورهم بيقولوا لنا انه انتم عم ترفعوا لنا معنوياتنا ونحن مبسوطين بوجودكم فينا، بس هو بالفعل انه نحن اللي عم يعني نحن اللي عم ترتفع معنوياتنا وقت بنشوفهم على الجبهات، وقديش مبسوطين وقديش عندهم قوه واراده. ونشاط ثاني بالعيد الميلاد عملنا لبسنا بابا نويلات ورحنا درنا على المدارس ووزعنا هدايا للاولاد،
وبعدين درنا بالسيارة بالشوارع القصاع وباب توما وهيك بقى شفنا العالم قديش مبسوطة وقديش حسيت هيك انه في شيء غير، في انه روح وحياة للعيد. يلا ان شاء الله بيرجع كرنفال كبير. يمكن علا من بداية الأزمة لليوم ليا شهدنا كتير من الجمعيات والفعاليات والنشاطات، والشباب السوري أثبت يمكن جدارته بالعمل التطوعي. قديش فعلا اليوم أنت كصبية بتحسي العمل التطوعي أو ثقافة التطوع مهم اليوم؟ مهمة بشكل كبير. يعني نحن حتى أنه منحاول أنه ليش ما بتنطرح فكرة أنه تبلش تنتشر شوي بالمدارس، يعني أنه ببلاد برا عندهم مادة يعني بالتطوع هي جزء كتير أساسي، يعني أنه عندهم مثلا كم ساعة بالأسبوع لازم يعملوا فيها شيء تطوع. يعني هلأ بس نشوف العالم أنه كتير في جمعيات صار وكتير في فرق، شيء مرخص وشيء لا، أنه قبل الأزمة وبالأزمة ومن وراء الأزمة إنه بيحبوا إنه يعملوا شيء خيري وشيء مثلاً مساعدة بتنظيف الشوارع، بتجميل الحدائق، لأنه هن بيحبوا يشوفوا بلدهم حلوة. يعني إنه الواحد لازم يبلش من حاله بمكان معين، مكان صغير، وشوي شوي بتتوسع. يعني الحمد لله هلأ مو بس نحن وكذا فريق، يعني حاسين إنه عم نحاول شوي نزرع هاي الفكرة، عم نحمس العالم أكثر، عم نلاقي إقبال على إنه يدخلوا يتطوعوا معنا أو بغير فريق. بقى إن شاء الله هيك بركي تتوسع أكثر التجربة إن شاء الله. على أكيد يعني كل شغلكم كتير مهم، وانتو كشباب سوري يمكن فعلكم هلأ كمان على الأرض كتير مهم. خلينا نحكي بآخر لقائنا شو هي تحضيراتكم اللي جاية هيك على السريع شوي نتعلم. نحن من وراء إيفنت I Love Damascus حتكون انطلاقة لحملاتنا الجاية I Love Christmas مثلا ما بنعرف، بس هي تحت I Love Damascus حيكون عندنا كتير مشاريع. نحن طبعا حملتنا الأولى إيدي بإيدك بكرة إلنا ما رح تتغير، بس مكملين لا مشان الشيء الجديد واللي جاي ونشوف بلدنا احلى حيكون كلهم تحت I Love Damascus. هلا عم نشتغل عليه وعم نتحضر، يعني من هون لاول السنه ان شاء الله بيكون عنا جاهزين لمشاريعنا على 2017. هلا سنخور بدنا نشكرك لوجودك معنا، بدنا نشكر الفريق، بدنا نوجه تحيه لكل الشباب اللي قاموا بالماراثون. فعلا الشباب السوري رغم كل الظروف ورغم الازمه بيثبت يوم بعد يوم انه الاراده والحياه موجوده. شكرا كثير لك. شكرا لك و I Love Damascus. شكرا.